السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاعت زوزو اللي نعرفكم على هذه القاعة الكبيرة تاع يعني الحفلات وكذلك قاعة المحاضرات يعني صال دو كونفيرونس اذا التي تم انشاؤها في اقليم بلدية تيزي وزو اذا واللي اكيد سوف تساعد في تنشيط الحياة الثقافية وكذلك الحفلات والأعراس. إذن هنيئا لتيزي وزو بهذا الإنجاز وإن شاء الله مزيد من المرافق من هذا النوع في ولايات أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.